ما قالوا مش تخرج رجل 8 بس انا قاعدة معناها نستنى في الناس الكل من 8 يا اخي عم تروتير رجل 8 يا اخي هكا احنا قاعدين وهي جيت معناها بحضة امي قاعدة بحضية هي هز التليفون وشفنا رجل 8 حقيقة صعيبة كما اي بيريود ديليفيزيون واحد باش يتعب معناها ويجي هكا دي بيريود هكا تقول معناها تتعب هكا وتأيس شوية أما لازم ديما تكبش في حلمتك ومتأيسش بعد باك نورمالمون مش نقرا في تونس نتي إن شاء الله نادي نجي حبيبة لأمي وبابا وعائلتي الكل خاطرهم وقفوا معايا وتعبوا معايا برشا ونادي زاد نجي حبيبة لأساتذتي وزاد نهدي نجاحي هذايا المنزل الظرفة والحمد لله.